ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا نعمل مع بعض النهارده اكله سهله وسريعه تتحضر في 5 دقايق، ما بتاخدش وقت كتير في التحضير، شبيهه شويه للشيش طاووق بس من غير ما نقعد نسيخ ونوجع قلبنا، وبتتبيله سهله وبسيطه من غير ما نقف كتير في المطبخ، وتنفع جدا لاجواء الحر اللي احنا فيها. تعالوا بينا نبدا الطريقه بتاعتنا. ما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا واعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار مني بكل فيديو جديد. هنحتاج في الوصفه دي نص كيلو من افخاد الدجاج او الورك، ممكن تستبدلوها بصدور الدجاج بس الوصفه دي الافخاد فيها طعمها احلى. هنغسلها كويس وننشفها من اي سوائل، ونبتدي نقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين. الحجم بتاعها ما يكونش صغير قوي ولا كبير قوي، يعني يكون وسط. بعد ما نقطعها بالشكل ده هنبتدي نضيف عليها التوابل، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، زيها نص معلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من توابل الدجاج وشطة حسب الرغبة. ضيف عليها نص عصير ليمونة كبيرة، لو الليمون اللي عندكم صغير هنحط واحدة كاملة. كمان هنضيف عليها معلقتين كبار من الزبادي أو الروب، وأربع معالق كبار من زيت الزيتون. نهرس عليها فصين توم حجم وسط، وآخر حاجة هنضيف عليها معلقة كبيرة من دبس الرمان، لو حابين تستغنوا عنها مفيش مشكلة. نقلب بقى الدجاج مع التوابل كويس جدا لحد ما نتأكد إن هي ضغطت كلها بشكل كامل بالتتبيلة دي. هنغطيها ونسيبها في التلاجة لمدة ساعة أو ساعتين زي ما تحبوا، ولو عايزين تشتغلوا بيها على طول برضو هتديكوا نفس الطعم. بعد ما سبناها مدة ساعة في التتبيلة تعالوا بقى نحمرها في طاسة على النار، والطاسة لازم تكون سخنة جدا عشان الفراخ تاخد صدمة وما تنزلش مية كتير. نحط فيها معلقتين كده من زيت الزيتون أو من أي زيت نباتي، نبتدي ننزل بقطع الدجاج بتاعتنا ونحطهم بعيد عن بعض، نغطيها ونسيبها على النار لحد ما تنزل كل السوائل اللي فيها، وبعدين ترجع تشرب السوائل دي كلها، يعني هتستوي بنفس السوائل بتاعتها. بعد كده أول ما يتحمر الوش اللي تحت نبتدي نقلبها على الوش التاني، وفي الوقت ده لحد ما تتحمر نقطع أي خضار احنا عايزين نحطه معاها. أنا هحط فلفل لكن انتم ممكن كمان تحطوا بصل، ممكن كمان نحط معاها طماطم أو كوسة أو فاصوليا زي الخضار السوتيه، يعني المتاح عندكم ممكن تحط. اول لما تبتدي تتحمر كده زي ما انتوا شايفين وخلاص هنقفل عليها، نبتدي ننزل بالخضار اللي معانا. الخضار ما بيكونش مستوي تسويه كامله، بيكون فيه قرشه بسيطه، عشان كده بنحطه اخر حاجه وبنديله تشويحه بسيطه ياخد من طعم الفراخ. واول لما الفراخ تتحمر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده والخضار يكون واخد تشويحه حلوه هنقفل عليها. وبس كده الغدا بتاعنا جاهز، قدموها جنب رز بسمتي او رز ابيض، ممكن جنبها كمان سلطة تومية أو سلطة خضراء. جربوها وهستنى تبعتولي رأيكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو، وكمان اشتركوا في القناة، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.